واش كيما كيو فابور ولا ولات الخت انا فابور سبع فابور طاره فابور شنقول لك؟ شوف قسما بالله العظيم الى هذه القضيه هذه ضرتني بزاف وهضرت عليها في لاباج ديالي في انستغرام. علاش؟ لان شحال من وحده كاينه اللي مشات لدارها بلا عرس. انت يا شويه عندك 40 ديال ولدك عندك 7 شهور حسيتي براسك غير حامله كتنوضي كتهزي في العماريه حشومه حيتي وداك المغزى ديال العماريه ما بقاش عندها داك لو شارم ديالها. العماريه كنعرفوا بانك تهز فيها عروسه لا مغي نهار عرسها. واني شوف كنقول كنلوم الناس اللي كيخدموا ليهم فابور بزاف صافي حبسوا راه هادوك غير يوتيوبرز كاينين شي وحدين لان ما يستاهلوش نقولوا مره الاولى ما نهضروش عليها مثلا عرسها ماشي مشكل بعدهم يخدم ليها يفرح داك السيده عارفين بانها ما عندهاش ومحتاجه ودارت اليوتيوب باش ان انا كنعرف شي وحده بانها دايره اليوتيوب الا انها محتاجه وباغا داك الانسان باش يخدم ليها فابور موك كان عندها باش هادي راه غادي تخلص وغادي دير الحفله ديالها وني راه حشومة قهرتي وعباد الله بفابور. ردي عليه كيشوف راسو هو الاول كنشوف انا راسي حسن وكنقول انا الاول. السلام عليكم مرحبا بك. السلام عليكم كنشكر قناه المغرب الحر على الاستضافه الجميله وعلى المواكبه ديالها ديال هذه الحفلات الاسطوريه اللي كتكون حاضره. جينا هذا الحفل الاسطوري كمساهمه حنا الفنانه لهذا العرسان هذا باش دوز لهم داك الشيء زوين وتكون عندهم واحد الفرحه وينساو حتى داك الوباء ديال كورونا. وحسين يعني المشاركه ديالي كاي فنان يعني كنجي في حفل تطوعي لهاد الناس هادو كنحتفلوا بهم وكان يعني كنساهموا معاهم حنا في سبيل الله في سبيل الله يعني الا كان شي واحد ما في حالوش ولا شي حاجه بغى يدير شي حفل هذه معروفه على كمال هريمون اذا اي واحد ما في حالوش كمال هريمون كيكون حاضر في هذه المناسبات هذه ديال الناس اللي كتكون على قد الحال كمال هريمون كيخدم كل شيء. يعني واحد السؤال يكون شويه واجب يعني الخدمه اللي كتخدموا في سبيل الله واش بحالها كتخدموها للناس اللي كيخلصوا فيها؟ كنخدم عادي كيف خدام فابور كيخدم فلوس نفس الخدمه لان خصني البرودوي ديالي ماشي واحد الخدمه مثلا ما مخلصش فيها ما نخدمش مزيان لان كاين واحد الناس اخرين تما كيتفرجوا فيك خاص البرودوي ديالك ديما تصوبوا كيف خدمتي بفلوس كيف خدمتي بلا فلوس ديما البرودوي ديالك خاصك تحطو كيف ما كان. كلمه للجمهور ديالك اللي كيحبك وكيتابعك. الجمهور ديالي كنقول لهم تحيه لكم مع خوكم كمال هريمون انتظروا الجديد ان شاء الله راه قريب جدا كاين جديد بواحد ستيل اخر يعني بواحد ستيل شعبي معصران امازيغي يعني كنحاولوا نعطيو واحد ستيل ديال اللوتار بواحد ستيل ديال دابا ديال الوقت. حنا فرحانين اليوم جينا باش نشاركوا الفرحه مع لاله سهام وسي عبد السلام الله يبارك ليهم وحنا اي ناس كما كانوا عيطوا لنا وهذه بالعكس نفرحوا لان سنه الحياه وسي عبد السلام تبارك الله عليه متابع الله يسهل عليه بحياته يا ربي وهذا اللي كنتمنى له شكرا. والسلام عليكم. اليوم في العرس الخيري كنحاولوا ما كنفرضوا كنحاولوا نتلاقاو مع الناس اللي تيبغيونا وتتفرجوا بينا مع المعجبين ومع الناس الاعزاز ضروري وحنا فرحانين جدا بهذا الحفل لانه تيخلينا دائما نكونوا مع تواصل مع الناس اللي تيحبونا وتيعرفونا وتنخلقوا الجو. لا بالعكس انا جيت فخور انني قلد دنيا باطمه وجيت فخور اني قلد جميع الفنانه اللي كنقلدهم. لا بالعكس انا ان شاء الله مازال كنوجدي حاولت ما امكن نبعدوا شويه على ديك الكوتي نحاولوا نبانوا نديروا افلام ننتج وانا حتى الان مع القرايه والدراسه ديالي خصوصا كنقرا في هذا المجال ديال الافلام والسمع والبصر يعني شويه تياخذ ديال الوقت ولكن ان شاء الله في القريب العاجل نرجعوا ضروري نديروا هكا وهكا ونقلدوا الفنانه اكثر وخصوصا انا تنوجد جديد اعمال على الفنان استنعي لانه شي فنان ولا شي حد يحط شي حاجه جديده غنحطو كاينه سعيده شرف كاينه دنيا باطمه كاينه ايضا اليوتيوبر اسماء بيوتي ان شاء الله دنيا بوطازو تعصي كاينين بزاف الاعمال اللي نحاولوا نقلدهم وكاينه حتى رمانه وبرطال اللي حنحاولوا معاهم كنبينوا سلسله من جديد ونصوروا كفيلم كامل. مشكورة ليك انت في هذه القضية.
انا نقول لك انا نقول لك انا اللي عطاه الله الله يزيدو يعني هما نورمال شي صوره الفلوس تيدخلوا نورمال يخسروا نورمال يديروا لي كولابوراسيون مشهورين هو هو كتعاون يا كولابوريشن يعني كي هما تيديروا العرس وهذيك هما اللي لقاتش كل كلشي فابور تري دار فابور ماكله فابور تدقيقي ولا دابا تيجيو فابور هما تي مثلا هذاك اليوتيوبر ولا هذاك داك الانفلونسور تيحاول يبين هذيك هذوك الناس اللي يدير معاهم داك الحفل وكلشي تيستافد وهي تدير لي فلوك تربح عليهم الناس تيصوروا لي فلوك تيربحوا عليهم وتيكونوا الفنانه حتى هما تيخدموا تيتخلصوا يعني مزيان هادشي مزيان بالعكس كلشي تيتعاون فلوس داخله هي هادشي زوين علاش ما نزيدوش نبدعوا في هادشي ويكون داكشي بالقياس وما يكونش ادي الناس لان حريتك انت عند حريه الاخر حيت الان هو بنادم تيخسر على راسه ولا تي ولا تيدير كولابوراسيون بالتفاهم مع النقاب ولا شي حاجه نورمال عادي مثلا تيك توك ما فيش مداخل من غير لايف لايف اللي الناس تيديروا لايف تيلوحوا لهم الناس لي كادو اما تيك توك يقدر يجيك كيقدر يجيك دي بيبليسيتي اللي تقدر تخدم شهرين في يوتيوب وما تخلصهمش فهمتي يعني تيك توك يجي عندك شركات كبار حتى الان ولاو الشركات الكبار كيتجهوا لهاد التيك توك هذا لان فيهم دي زانفيونسور وفيهم اللي تيجلبوا الناس يعني ولاو تيخدموا مع تيك توك بزاف ولكن بالنسبه كتيك توك يعطيك الفلوس ولا يخلصك ما كايناش الختام اش تقول الجمهور اللي دائما كيتابعك بزاف تنبغي نقول للجمهور ديالي راك عزيز بزاف بزاف وراكم ديما في القلب وعماد بن شريتي بغاكم داخل او خارج المغرب وترسل لكم قلب وقبله عليكم السلام ديالي انا بحضور اني دور انني وليت كنبدا ماشي ديال المناسبات وشي ديال العراس داكشي بيان سور جاتي الدعوة انني نحضر هنا وما فلتهاش نبرك فهمتي عارفين حنايا الدومين تبركي وري نشوف هادشي تبارك الله عليهم داكشي كامل بحكم انني هما كبروا بيا وعرضوا عليا قلت علاش انا يعني ما نديرش واحد لوزاز حيت صراحة كان عندي شحال من بلان باش ما نجيش وجيت انا والمايك اب اختيست اللي معايا في ليكيب ضوحة والنكابة برادة غتلتحق بينا بيان سور احسن مايك اب اختيست مرحبا سلام شكرا كنا حاضر على هذا العرس اللي فيه بزاف ديال الناس وبزاف ديال الفنانين حاضرين هنا وانا جيت فرحانه نكون باغمي كاع الناس اللي حاضرين اليوم الجديد ان شاء الله الجديد ديالي يخرج لا سيمين بروشين ان شاء الله هو هي اغنيه مغربيه ولحن مصري من كتابه نبيل الحوري وتلحين اشرف بن صفيه تقدروا تشوفوني كممثله ان شاء الله علاش لا تقدروا تشوفوني في التلفازه قريب ما عرفتش خلي عليكم سيرفريز مفاجاه ان شاء الله يعني دونا العرس كيفاش جاك جاني بالعكس داكشي زوين داكشي منظم وعجبني الحال بزاف نكون هنايا اليوم غتشاركي بشي فقره غنائيه في العرس نشارك اليوم ان شاء الله